يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من حنث في نذر وكان هذا الحنث قد تكرر مرارا، فهل عليه كفارة في كل مرة في هذا الأمر الواحد؟ ما ندري ما هو النذر، لازم يبين ما هو النذر وصيغته. نعم، النذر الواجب الوفاء به، إذا كان نذر طاعة الواجب الوفاء به، نذر أن يطيع الله فليطيعه، نذر يتصدق يجب عليه صدق، نذر يصلي يجب عليه يصلي، نذر أنه يحج يجب عليه الحج بالنذر. نعم.